زينك عمرو، تقولي في جملة واضحة، العام القادم بتفكروا تعملوا ايه في الجزئية دي؟ ما لسه بندرس، احنا لسه ما قعدناش القعدة بتاعت ايه اللي بنيتي 3 سنين 45 يوم احنا البلد فيها كام سينما مقفولة مش عارفين نبنيها. بس احنا هنعمل الاجتماع اتفقنا عليه، بس ما نرتاح شوية يعني، ما نفك بس الضغط يعني. وقلنا هنعمل فيه زي برين ستورمينج، هنقعد نقول والله ايه اللي كان ممكن نعمله. يعني انا كان ليا، انت سالت سؤال وقلت ايه اللي كان، انا ليا لسه الملاحظه دي ان كان المفروض مع الجوائز تتعرض جزء من الافلام اللي هي كسبت الجوائز دي، جزء والنجم بياخد الجائزه بتاعه او المخرج او الممثل، يتعرض الفيلم اللي كسب جزء منه بس عشان الناس تلقط تربط بينه وبين اللي ده. فقال لك بس التحكيم وكانت هتتسرب مش هتتسرب، ماشي امتحانات ثانويه عامه يعني هتتسرب امتحانات ثانويه عامه. لا هي كمان فيها ميزه، العرض مش تو انترتين او للترفيه الحضور، تمام، ده نشر للثقافه السينمائيه. انا لما اقعد اتفرج على مهرجان وانا في البيت واشوف جزء من فيلم فايز، جزء من 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 ممثل عايزه تشوفه، يخلي الناس تيزر، نوع من التيزر يعني، نوع من التشويق. انا عايز اقول حاجه، ان احنا المهرجان ده كلنا كتيم كده اول مره نعمل حاجه زي دي. بالظبط. فكانت الحمد لله رحله تعليميه يعني، يعني ان هو طلع بالمنظر ده واحنا كل حاجه، وحتى التيم احنا قلنا ان التيم كله 90% منهم ما اشتغلش مهرجانات قبل كده وكلهم شباب وتحت سن ال 40 يعني، ده في حد ذاته 35 كمان يعني، ما بس يعني لا فعلا 20 29 دي مش عارف هو يعني في الحقيقه.